يعني بالبداية كنت أقول كورونا كذب، كنت أطلع وأمشي وهاي، بس مو صار بيها كورونا، وصلت مرحلة الموت وحق القرآن بعد، وهاي الشدة اللي احنا بيها. أي واحد يعني يقول ماكو مرض بالعراق هذا فاشل، حشد سامع، مع احتراماتي اللي يسمع. وصلنا مرحلة الموت، قلت إذا هيك المرض هذا يأذي انتحر والله وحق القرآن، قلت انتحر بعد إذا أبقى أنا هيك. بس مني جيت هنا نعمة من الله، يعني خلال 10 أيام رجعت الحياة طبيعية. إن شاء الله. هاي العالم من برا يعني يستمرون على الجفوف على الوقاية، وبالبيت داخل البيت لا يطلعون، هي أزمة وتعدي إن شاء الله. جود هاي الأبطال والله علي العظيم. أبطالنا عمر. سلام سلام إن شاء الله. تستم دكتورة. إن شاء الله. وعقولنا من أي تفصيل. وفرحتنا هسه من قلت يعني بعد دكتورة إن شاء الله. خدمتك. أريد من الحسين يوفقك. الله يحفظك. والله وبالله وإحنا نسمع أخبارك يعني دائما. حق القرآن ما شايفك ولا أعرفك. خدمتكم. رحم الله أجيك. خدمتكم. شرف. شكرا جزيلا. شرف. خدمتكم. خدمة العناية اللي هنا والله عناية مو طبيعية. الله يحفظك. الشرف لكم. رحم الله أجيك. خدمتكم.